إذا صوفيا نمشيو ديريكت للي يهمنا. لو جيون فرانكو سويس للإسمنت يعترف بتمويل مسلحين في سوريا باش يستمر في تشغيل المصنع نتاعو. الجروب لافارج هذايا في الحقيقة شنو اللي صار؟ الجال المسلحين اللي يتحكموا في المناطق اللي عنده فيها الجروب هذا المصانع نتاعو ويتحركوا فيها الموظفين والخدمة نتاعو وعطاهم فلوس. عطاهم فلوس مولهم ستادير الشراء السيكوريتي نتاع المصانع نتاعو ومتاع الخدمة نتاعو، لكن شراهم بتمويلهم، يعني شراء السيكوريتي نتاعو لتمويل قتل مواطنين أخرين. هذا شنو معناها؟ المشكل وين؟ المشكل أنه لافارج اللي اعترفت بعد وثائق خرجت وتسريبات إلى غير ذلك ما هيش وحدها في هذه الوضعية. العديد من الشركات متعددة الجنسيات هذوما لي جروب الكبار، خاصة تحب الشركات النفطية، مورطين توتال وشيل وغيرها مورطين في هذه الممارسات، والموضوع واضح وما يحتاج إلى تدليل. فهمني كيفاش بلاد كما العراق ولا كما ليبيا تدقدق الكل، تطيح البنيات الكل يدقدقوا، المناطق الوحيدة اللي ما تمسش هي مناطق النفطية. السافدير أنه فما فلوس كبيرة تعطات من الشركات هذه لضمان سلامة المنشآت متاعها.